طيب ناخد التليفون. أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة إيمان؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. ربنا يديك الصحة والعافية بحق جهدك يا رب. ربنا يخليك يا أولادك ويكفيك شر المرض، أمين. عليك مستورة في حياتك يا رب. أمين يا رب. شيخ رمضان ربنا يديله الصحة والصحة. ربنا يرضيك. أمين يا رب. ربنا يديك الصحة الشيخ عويضة ويكفيك شر المرض وخذلك أولادك. أمين يا رب. أنا والشيخ عويضة ومشايخنا كلهم. كلكم يا رب حبايبي وكلكم على إتنان. يا ريت تحللي مشكلتي يا أستاذ رمضان. إن شاء الله ربنا إن شاء الله. أنا معايا ابني مصلي وبتاع ربنا ومحاسب قد الدنيا وعامل شقته زي الفل ومحترم جدا، كبير وصغير بيحبه يا شيخ رمضان وحنين معايا وكويس ما فيهوش أي غلطة نهائي، ومرتبط بواحدة معاها ثلاث أولاد مش عارفة أعمل إيه. مرتبط بواحدة معاها إيه؟ معاها ثلاث أولاد. ثلاث أولاد مش عارفه اعمل ايه، مؤدب جدا والله، ثلاثه ما بيشيلوا الصلاه ولا بيشوف فرد ربنا. مرتبط بيها اللي هو ايه، عايز يتجوزها يعني؟ كانت ساكنه قدامنا وجت عزلت. بعد ما عزلت بيقولوا بتعملوا اعمال، الله اعلم ما اعرفش، ربنا وحده هو اللي يعلم يا استاذ ليماء، مش عارفه. ابعد عنها شويه ايام وخلاص ومش عاوزها واللي وقف. طب يا حماده طب نتجوز، طب نتجوز، لا لا لا. ببص لقيت فجاه رجعوا بيكلموا بعض تاني في التليفونات وشغلته تاني وبتاخد فلوسه. يعني هو حضر، انا بس عايزه افهم هو علاقته بيها ايه، عايز يتجوزها؟ وحضرتك مش موافقه؟ لا مش موافقه خالص استاذه ريما. مش موافقه عشان هي عشان هي كانت متجوزه ومعاها اولاد ولا عشان حاجات تانيه؟ معاها ثلاث اولاد. وبعدين عايزه اقول لحضرتك احنا بيئتنا غير بيئتهم نهائي. دي كان جوزها محبوس وكان عمها محبوس وكان خالها محبوس، يعني بيئتهم غير بيئتنا خالص يا استاذه ليماء، خالص نهائي. فدلوقتي هو رجع يكلمها تاني وبيتكلموا تاني. فبقول له ايه يا محمد، ايه اللي انت عاوزه؟ قال لي مش هعمل حاجه الا برضاك يا امي. انا مش راضي يا استاذه ليماء، مش راضي. اولا يعني انا المعيشه اللي هو معايا بنتي متجوزه بس مش اللي هو وحداني، انا ازاي اقبل بكده؟ ازاي؟ مش عارفه اعمل ايه. وعنده 42 سنه. طيب عايز تسألها ايه سؤال فضيلة الشيخ؟ طيب تابعينا حضرتك. في ناس بترفض تماما فكرة ان ابنها يتجوز واحدة كانت متزوجة ومع اولاد، بس انا حبيت افهم منها الاشكالية بالظبط فين. هل هي فكرة بس ان الست كانت متجوزة قبل كده ومعها اولاد، ولا الفكرة عدم تكافؤ بين الاسرتين؟ هو شوفي حضرتك، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بيسأل سيدنا جابر بن عبد الله وكان شابا صغيرا، أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب، يعني كبيرة. قال يا جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني ليتها كانت بكر وصغيرة ومن سنك. تمام. قال يا رسول الله تزوجتها ثيب لتكون أما لإخوتي، لأن والده كان ترك له تسعة بنات. فواضح كده أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالكفاءة في الظروف وفي الأحوال. يعني أنت لم يسبق لك الزواج فابحث عن من لم يسبق له الزواج، وهذه السيدة الفاضلة اللي على رأسنا كلنا يتزوجها من يتناسب معها، فهذا التناسب مهم جدا. طبعا انت لسه في اول حياتك، هتتحمل مسؤوليه ثلاث اولاد ليسوا اولادك، في مسؤوليه. فالاولى لا، وهي تتزوج بمن يتناسب معها، ظروفها شبه ظروفه. طبعا فالدين بيامر بالكفاءه والتناسب. لما جت واحده بتقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان معاويه وابا الجهمي خطباني، الاثنين جم في وقت واحد، معاويه بيخطبني وواحد اسمه ابو الجهم بيخطبني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما معاويه ففقير لا مال له، وانت ظروفك الماديه كويسه. طيب واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني العصا دايما على كتفه. لها معنيين، انه كثير الاسفار يسيبك كتير، أو أنه يضرب النساء، يبقى إذا الموضوع فيه كفاءة فما تجوزتش له ولده.
فيفضل لهذا الرجل أنه يبحث عن من يتناسب معه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاختيار، وفيه مواصفات. لا نعيب السيدة التي تزوجت وطلقت ولا نعيب في حد، بس هي خالص. الفكرة فكرة أن مين مناسب لمين بالضبط، هي تكافؤ في الأسر وفي الأخلاقيات وفي التربية وفي كل شيء. حاجة تانية مهمة، أنه الزواج يا جماعة مش رجل وامرأة، ده أسرة وأسرة طبعا، ده بيت وبيت، ده عيلة وعيلة. لا تستهين لأنه أخوها هيبقى خال أولادك بالظبط، وأبوها بالزبط. هيبقى جد أولادك. ما تقولش بقى لا أنا بتجوزها هي مش بتجوز أهلها، لا أنت بتجوزها ومعها أهلها، وهي بتجوزك ومعك أهل أو معها ومعك أهل. فلا بد من التناسب، ولا بد من الكفاءة، ولا بد من المودة، ولا بد من التراحم، ولا بد من التواصل. ولأنه عيلة هتقابل عيلة، فلا بد للعيلتين نفسهم يكونوا صحيح. راضيين يا ريت ومتشرفين تسمعي كلام فضيلة الشيخ، ومتشرفين بهذا النسب. العيلة دي متشرفة والعيلة دي متشرفة، أنت ستجد من يناسبك وهي ستجد من يناسبها. صحيح.